دكتور طارق شوقي ده الأمين العام للمجالس المتخصصة الرئاسية التابعة للرئاسة، وهو مستشار الرئيس لشؤون التعليم. قال دكتور طارق أنه بيتم حاليا التحضير لمشروع شامل لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وهيتم الإعلان عن المشروع ده على شهر سبتمبر اللي جاي. وقال دكتور شوقي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أنه هيتم أولا مناقشة مبادرة المجلس الرئاسي لبنك المعرفة وتعميمها، وده بدأ بالفعل النهارده في الاجتماع. وقال ان التعليم مكلف جدا وما هوش مجاني، وجودته للاسف ما هياش عاليه، بالتالي ففكره لجوء الطلبه في المرحله الابتدائيه للدروس الخصوصيه مؤشر غير جيد طبعا. اما فيما يتعلق بنظام الثانويه العامه، قال دكتور طارق انه مش مقبول ابدا، ومش معقول ان الاف الطلاب يمتحنوا نفس الامتحان وبنفس الطريقه. المشكله ما هياش في التسريب لكن في المنظومه، وعلينا اعاده هيكلتها.